السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، اهلا بكم مرة تانية مع وحدتنا التالتة. النهاردة ان شاء الله هندرس الدرس الاول في الوحدة التالتة واللي عنوانها How do I look. How do I look. How do I look. How do I look حبايبي بمعنى كيف ابدو. يبقى اذا هتتكلم عن شكلي، عن مظهري، عن الحاجات اللي انا بلبسها، the clothes we wear، يعني الملابس اللي احنا بنرتديها، ويا ترى الملابس دي وصفها عامل ازاي. ده اللي هنتكلم عليه ان شاء الله في الدرس الاولاني بتاعنا. طبعا حبايبي شكل ما احنا شايفين الدرس الاولاني بتاعنا عنوانه our trip to الفيوم. كلمة trip حبايبي معناها رحلة قصيرة. to الفيوم، طبعا الفيوم دي محافظة ومدينة مشهورة جدا عندنا في مصر. وطبعا الفيوم حبايبي مشهورة بالواتر ويلز. واتر ويلز حبايبي اللي هي السواقي، يعني اول ما بنذكر اسم الفيوم تعرف على طول ان هي معروفة بالسواقي المشهورة اللي فيها. تعالوا يلا حبايبي نشوف شكل ما بنبدأ كل درس. الكلمات بتاعتنا مهم جدا اخلي بالي من نطق الكلمات. اول كلمة حبايبي معانا كلمة سويتر. سويتر 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 سويتر. تي شيرت تي شيرت تي شيرت يعني تي شيرت. كوت 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 يعني بلطو او معطف. بجامز 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 يعني بيجامة. سكارف 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 حبايبي بمعنى اشرب. سانجلاسز 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 حبايبي بمعنى نظارة. سنيكرز سنيكرز سنيكرز. وعايزك تخلي بالك من الفرق بين الاي اي هنا والاي اي في كلمة سويتر. طبعا الاي اي في كلمة سويتر نطقت شورت اي عادي جدا، انما هنا لونج اي. سنيكرز سنيكرز سنيكرز. نيكليس نيكليس نيكليس. سوت كيس سوت كيس طبعا نيكليس اللي هو العقد. سوت كيس اللي هي حقيبة السفر. سوت كيس سوت كيس. striped striped خلي بالك قلنا بعد البا ساوند الاي دي بتنطق تا، عشان كده قلنا striped striped striped. دي لونج اي خلي بالك. stri stri striped striped. ودي كلمه مهمه جدا حبايبي، لان دايما هوصف الحاجات اللي انا بلبسها يا ترى مخططه ولا منقطه ولا شكلها ايه بالظبط. طيب الكلمه اللي بعدها كلمه spotted spotted spotted. وانا بعد التا ساوند الاي دي بتنطق اد عادي جدا. spotted spotted يعني منقط. جلابيه 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 طبعا الجلابيه بتاعتنا. swimming shorts swimming shorts swimming shorts swimming shorts طبعا اللي هو المايو او شورت السباحه. تعالوا نشوف حبايبي يلا الاكسترا فوكابولاري اللي هو مدهالي معنا في الدرس. uniform 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 يعني زي موحد. lovely lovely يعني محبوب. sunny sunny مشمس. trip 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 حبايبي يعني رحله قصيره. trip trip trip. traditional 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 يعني تقليدي. modern 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 يعني حديث. بيرل 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 يعني لؤلؤة. مان ميد مان ميد مان ميد من صنع الإنسان. الفيوم الفيوم محافظة جميلة بتاعتنا. جولد جولد ذهب. بول بول حمام سباحة. اكسايتينج 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 يعني مشوق أو رائع. شوبينج مول شوبينج مول شوبينج مول يعني مركز تسوق. كومفورتابل 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 يعني مريح. ناتشرال 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 يعني طبيعي. سترايبس 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 يعني خطوط. اكسايتد اكسايتد يعني متحمس. هوليداي هوليداي هوليداي
يعني اجازة. تعالوا نشوف يلا تصرفات الافعال حبايبي اللي هو مديها لي. اول افعال اللي هي المنتظمة regular, pack, packed, pack, packed يعني يرتب او يحزم الامتعة, يعبي الشنط يعني. wait, waited, wait, waited انتظر. remember, remembered, remember, remembered يتذكر. walk, walked, walk, walked. طبعا اللي فوق بعد الكه ساوند واللي تحت بعد الكه ساوند الاي دي هنطقها تي. فهنا قلنا backed وهنا قلنا walked. تعال نشوف يلا الريجولار فيربس الافعال الغير منتظمه. no, new, no, new. where, wore, where, wore. take, took, take, took. تعال نشوف يلا الـ important expressions and the prepositions التعبيرات والحروف الجر المهمة. عندنا walk around, walk around يعني يتجول. in the evenings, in the evenings. طبعا حبيبي لما الكلمة تبدأ بصوت متحرك يبقى ذا دي أنطقها ذي. in the evenings. dress up, dress up. of course, of course. for ages, for ages, for ages. come on, come on. on your feet, on your feet. with the stripes, with the stripes يعني ذات خطوط. تعالوا نشوف حبايبي يلا التمرين الاولاني شكل ما معودنا بيدهولي بناء على حفظي للكلمات. عندنا suitcase قلنا دي معناها حقيبة سفر. عندنا بيجاماز, بيجاماز دي البيجامة. shoes يعني حذاء. coat يعني معطف او بلطو. hand يعني يد. تعالوا لنا نشوف اول جملة بيقولي at bedtime. bedtime حبايبي اللي هو وقت النوم يعني في وقت النوم حبايبي. طيب I put on كلمة put on معناها يرتدي فبقول بتساوي كلمة wear بالضبط. فبقول at bedtime I put on my ايه لما اجي انام بلبس ايه برافو عليك وبلبس بيجامز. بيجامز حبايبي اللي هي البيجامة. number 2 بيقولي she puts on her hat and gloves and winter. طبعا هنا قال لي في الشتاء بلبس ادي القبعة وادي الجلوفز اللي هو حبيبي الجوانتي. تاني جلوفز اللي هو الجوانتي. يبقى بقولي برتدي الايه والقبعة والجوانتي في الشتاء. طالما في الشتاء اكيد بحلبس كوت. كوت حبيبي بمعنى معطف او بلطو. نمبر 3 بقولي he packed a small for the weekend. he packed حبيبي كلمة packed معناها يرتب او يحزم او يعبي شنط. فبقول he packed a small for the weekend. اكيد هيعبي شنطة سفر فاكيد هقول suitcase. suitcase small suitcase يعني حقيبة سفر صغيرة. number 4 بقول I wear black on my feet. خلي بالك on my feet يعني في رجلية اكيد هلبس ايه في رجلية برافو عليكم. يبقى black shoes وشوز حبايبي معناها حذاء. تعالى حبايبي يلا نشوف موضوع الريدنج والليسننج بتاعنا واللي لازم اخلي بالي وانا بقراه. وطبعا قلنا مواضيع الليسننج والريدنج طبعا في المناهج الجديده لازم اقراها لدرجه الحفظ عشان حبايبي بيجي لنا منها ترتيب وجينا منها اختياري وكمان بيجي لنا منها باراجراف يبقى لازم اقراها كويس جدا. بيقول اسر وي نيد تو باك اور سوت كيسز فور اور هوليداي تومورو. طبعا شكل ما خدنا قبل كده ان كلمه نيد حبايبي بيجي وراها حاجة من الاتنين. يا اما بيجي وراها noun يعني اسم يا اما بيجي وراها to plus the infinitive يعني to زائد المصدر. يعني ممكن اقول لك I need some water يعني انا محتاج بعض الماء. هتقول لي اه كده جي وراها ايه هتقول لي جي وراها كده اسم. طيب ممكن اقول لك I need to have some water يعني انا محتاج اتناول بعض الماء. هتقول له اه اللي جه بعدها هنا تو زائد المصدر فتقول لي I need to have some water. يبقى اذا نيت حبايبي ممكن يجي وراها اسم وممكن يجي وراها تو زائد المصدر. It's exciting. It's exciting يعني دي حاجة مثيرة جدا. I can't wait to go to الفيوم to see Uncle حاتم and Aunt ملك and of course فارس and دينا. بيقول ده حاجة مثيرة جدا انا مش قادر استنى عشان اروح الفيوم طبعا عشان اشوف عمي انكل يعني عم او خال
and aunt. والعم ملك. and of course فارس and دينا. طبعا لو بصيت لفارس ودينا اكيد دول هيبقوا cousins، وكلمة cousins حبايبي معناها اولاد العم. تاني cousins معناها اولاد العم. قالت I know، انا عارفة. I'm excited، وانا excited حبايبي معناها فرحان، معناها متحمس. خلي بالك exciting يعني مثير، يعني الشيء هو اللي مثير، يعني هو اللي بيسبب الإثارة. إنما لما أشعر بالإثارة حبيبي أقول excited، يعني أنا اللي متحمس. to see them، أنا متحمسة جدا إن أنا أشوفهم. to، وإن to حبيبي لما تيجي في آخر الجملة يبقى معناها أيضا، لكن لو to جوا وراها صفة يبقى معناها جدا. يعني لو قلت to hot يبقى حر جدا، to cold يبقى بارد جدا، to fast يبقى سريع جدا. We haven't seen them for ages. طبعا حبيبي كلمة for ages معناها for a long time. for a long time حبيبي يعني لوقت طويل، بيقول احنا ما شفناهم شيء من مدة طويلة. but come on، come on يعني يلا تعالى. we need to pack. احنا عايزين ايه؟ نعبي الشنط بقى، يلا تعالى نحزم الامتعة، يعني نعبي الشنط بتاعتنا. قال لها okay I need to pack my green t-shirt. يبقى انا عايز اعبي ايه؟ هتقول عايز اعبي التيشيرت الفانيلا الخضراء بتاعتي. and my swimming shorts، وكمان المايو بتاعي. because they have a lovely pool. لان هم عندهم حمام سباحه جميل. don't they، واحنا قلنا don't they دي معناها اليس كذلك. don't they، فقالت له yes. and remember، وكمان خليك فاكر. your sunglasses، يعني نظاره الشمس. it will be very sunny، ده الجو هناك هيبقى حر قوي. فقال لها well I need a coat and a scarf. انا محتاج بلطو وكمان محتاج كوفية. سكارف هنا بتمشي حبايبي اللي هو الشرب بتاع البنات، وبتمشي الكوفية بتاعت الصبيان. فقالت له no answer you won't، لا 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 انت مش محتاج الحاجات دي. but you should pack a sweater. انت محتاج سترة. it can be cool in the evenings، لان في المساء ممكن الدنيا بتبرد شوية. قال لها okay I'll pack my blue sweater that's my favorite. انا هحط في الشنطة السويتر الازرق بتاعي، لان هو المفضل ايه حبيبي عندي. قالت له كمان you will need your sneakers because we will be walking around a lot and you need to wear something comfortable on your feet. قالت له انت محتاج كمان. لاحظ بقى ان كلمة need هنا جه وراها يا حبايبي اسم، ما جاش وراها تو زائد المصدر. انت محتاج الحذاء الرياضي بتاعك، لان احنا هنتمشى او هنتجول كتير. وانت كمان محتاج، لاحظ جه بعدها على طول اهو need to زائد المصدر. need to wear something comfortable. قلت لكم حبايبي دي نطقها comfortable. comfortable ما تنطقش الار خالص. on your feet، محتاج حاجة كده مريحة تلبسها في رجليك. فأسأل لها what about my best جلابية، قال لها ايه رأيك بقى في الجلابية المفضلة عندي، احسن جلابية عندي. خلي بالكوا حبايبي احنا قلنا what about استخدم في الاقتراح، وبيجي وراها اسم او verb plus ing. well I need the one that grandma gave me، هل انا احتاج الجلابية اللي تيتا ادتها لي؟ قالت له no you won't، لا 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 لا. but I will take my gold necklace. لكن انا محتاج العقد الذهب بتاعي. فقال لها بيفكر كده okay what else do I need، يعني ماذا ايضا. قلنا else دي معناها ايضا حبيبي. what else، ماذا ايضا. do I need، انا محتاج. oh I know my pajamas. ده انا محتاج البيجامة بتاعتي. I'll take the ones with the stripes. انا هاخد بقى البيجامة اللي فيها stripes. stripes حبيبي يعني فيها خطوط، يعني البيجامة دي مقلمة. they're really cool. ده هي جميلة. وخلي بالكوا حبيبي كلمة بيجامز جمع خلاص، فتاخد are وما تاخدش is، وتاخد where ما تاخدش was، وتاخد have ما تاخدش has. عشان كده قال لي they are really cool. طبعا حبيبي السؤال الاولاني هنا محلول، بيقول why does Asir need a sweater. هو Asir محتاج سويتر ليه؟ قال لي because it can be cool in the evenings، قلنا لان الدنيا ساعات بتبرد كده فين في المساء. اللي بعدها بيقول which sweater will Asir pack. هياخد بقى any sweater. هو قال his blue sweater.
هياخد السويتر الايه الازرق. ليه؟ لانه قال that's his favorite، ان ده المفضل عنده. تعال حبايبي كده نشوف listening. السبيكر بيقول يوسف went to the shopping mall. يوسف ذهب الى، قلنا وانت حبايبي الماضي بتاع go. he bought، بوت حبايبي الماضي بتاع buy، يعني هو اشترى. some striped pajamas، يعني اشترى بيجامة مقلمة. طيب تعال نشوف speaker 2 بيقول لي نسمة went، برضو زمن الماضي، to the park. she took a spotted umbrella، يعني خدت شمسية منقطة. يبقى لازم اخلي بالي من الصفات دي، spotted يبقى منقط، striped يعني مقلم. طب نمبر 3 بيقول لي اميرة went to school، اميرة راحت المدرسة. she wore her striped uniform، اذا الزي بتاع المدرسة مقلم برضو. طب وائل played، برضو زمن ماضي، in the rain، يعني لعب في المطرة. he wore a coat and a spotted scarf، هو لبس معطف بلطو يعني، ولبس كمان كوفية منقطة. تاني spotted معناها منقطة. طبعا حبيبي في صفحة 124 بيقول لي need طبعا بيجي وراها to زائد المصدر، ولكن شكل ما قلنا need برضو بيجي وراها اسم. طبعا عارفين ان الفعل لما بيجي في اول الكلام بيبقى فعل في المصدر بدون اي اضافات، يبقى ده فعل امر. تاني اي فعل يجي في المصدر في بداية الكلام يبقى ده فعل امر. فلما قول come on، come on يعني تعالى. لو قلت لك حبيبي open the door، يعني open the door افتح الباب، يعني ما قلتش يفتح هتقول لي لا، لازم اقولها افتح. ليه؟ لانها جايه في اول الجمله وفي المصدر يبقى دافع الامر. طب لما اجي اقول نهي، يعني اقول ما تعملش شيء، لو انتوا فاكرين حبايبي كنت ببدا بكلمه don't، وdon't دي كان بيجي وراها مصدر برضو. يعني لو انا جيت عايز اقول ما تفتحش الباب هقول don't open the door. don't open the door يعني لا تفتح الباب. خلي بالك ان don't بيجي وراها مصدر الفعل. Well, come on, we need to pack our suitcases for the holiday. That's exciting. يعني هذا شيق أو رائع. تعالوا يلا نكمل محادثتنا بالكلمات اللي هو مديها لي فوق. كلمة remember يعني يتذكر. عندنا كلمة need يعني يحتاج. عندنا كلمة exciting يعني مثير أو رائع. Bring معناها يحضر. Remember برضو معناها يتذكر. بقول we need to pack our suitcases for our holiday tomorrow. طبعا أكيد إحنا محتاجين. يبقى اكيد هقول we need. So we need to pack our suitcases for our holiday tomorrow. فعلي قال okay I need to pack my swimming shorts because our friends have a lovely pool. Don't they? Yes. And eat your sunglasses. It will be very sunny. طبعا هنا هقول له وافتكر. طب افتكر دي بقى يا مستر هقول remembers ولا remember؟ هنا انا بوجه له تعليمات، وطالما بوجه تعليمات يعني لازم اجيب فعل في المصدر. فهقول له and remember. remember حبيبي بمعنى تذكر، اوعى تحط لها اس. and remember your sunglasses it will be very sunny. well I need to eat my جلابية. هو انا مضطر احضر الجلابية بتاعتي. يبقى حبيبي كلمة bring. قال لي no you won't. that's يبقى that's exciting، دي حاجة مثيرة. That's exciting. تعال نشوف يلا حبايبي التدريبات اللي على الدرس الاول، ودي موجودة في صفحة 125. عندنا كلمة swim يعني يسبح. عندنا course، عندنا swimming اللي هي السباحة نفسها. عندنا exciting يعني مثير او رائع، وعندنا pack يعني يحزم او يعبي. مام بتقول الآية آية we need to eat our suitcases for our holiday. اكيد عايزين نعبي الشنط او نحزم الشنط، يبقى pack. برافو عليكم. It's so easy. I will pack all my clothes. أكيد هتقول it's so exciting. يعني هذا مثير. تاني it's so exciting. يعني هذا مثير. Yes and remember your sunglasses. وافتكر كمان النظارة الشمسية. Will we go إيه؟ قلت لكم حبايبي go بيجي وراها الرياضة اللي فيها ING. اوعى تنسى. فهقول will we go swimming. اوعى تقول swim حبايبي. يبقى will we go swimming. yes of. هقول yes of course. yes of course يعني نعم بالطبع. yes of course يعني نعم بالطبع. طب تعال نشوف يلا السؤال التاني. السؤال التاني برضو جايب لي كلمات والمفروض ان انا بختار منها. عندنا purple take suitcase t-shirt and bag. بيربل حبايبي بمعنى ارجواني او بنفسجي. طيب عندنا كلمة تيك بمعنى ياخذ. عندنا كلمة سوت كيس بمعنى حقيبة السفر.
عندنا تي شيرت بمعنى فانيلا، عندنا كلمة باك يعني ظهر أو خلف. I am نهى بتقول I am نهى I'll back my A for our holiday. أكيد حاب إيه ححزم إيه برافو عليكو الشنطة خلاص يبقى السويت كيس. طيب I'm excited يعني أنا متحمسة جدا. I need to back my green A. أنا محتاج أعبي إيه الأخضر، مين في دول اللي أنا ممكن أوصفه الأخضر؟ أه برافو عليكو تي شيرت يعني تي شيرت الأخضر بتاعي. طيب I won't need a coat يعني أنا مش محتاجة معطف. But I should aim my sunglasses. حبيبي كلمة should دي معناها يجب، ودي لازم يجي وراها فعل حبيبي، لازم يجي وراها فعل. فين الفعل هنا؟ هتقول له I should take. برافو عليك، وtake دي معناها أخذ. My sunglasses. I'll pack my A sweater. It's cool at night. يا ترى أنا هعبي السويتر اللي لونه إيه؟ هتقول له purple. وpurple حبيبي معناها بنفسجي. طبعا حبيبي كلمة باك دي جايبها لي عشان يلخبطني، لان باك بمعنى دي بمعنى ظهر او خلف، لكن كلمة يعبي اسمها باك، طبعا لازم اتك على البي عشان تبقى باك اللي معناها حزم الامتعة. تعالوا نشوف حبيبي سؤال الترتيب بتاعنا، عندنا is و her و visit و she و going to و uncle. طبعا اكيد انا عايز اقول ان هي سوف تزور عمها، بحدق بشي. كلمة سوف حبايبي هنا كلها على بعضها اسمها is going to، يبقى she is going to. going to دي حبايبي لازم يجي وراها فعل، يبقى she is going to visit يعني هي سوف تزور. طبعا ما اسمه ايه؟ هتقول لي her uncle. تاني her uncle. طب تعالوا نشوف حبايبي السؤال التاني، بيقول about sneakers what and my. طبعا هنا حبايبي الاقتراح قلت بيبدأ بكلمة what about. what about معناها ماذا عن، تاني what about معناها ماذا عن، وبعدين هقول what about my sneakers. طبعا صفة الملكية بتيجي قبل الاسم حبيبي، يبقى what about my sneakers يعني ماذا عن حذائي الرياضي. need I will necklace the. طبعا حبيبي ده سؤال انا هبدأ فيه بwill، will ده فعل مساعد. طب فين الفعل؟ هتقول له I. will I. طب فين الفعل الاساسي؟ هتقول لي need، يبقى will I need، وبعدين اجيب الاسم بتاعي the necklace. تاني will I need the necklace يعني هل انا هحتاج العقد بتاعي. طيب really cool or my pajamas. طبعا عايز اقول ان البيجامة بتاعتي جميلة او رائعة جدا او حقا رائعة، يبقى هقول my pajamas or. طبعا really حبايبي بتيجي قبل الصفة، يبقى are really cool. تاني my pajamas are really cool. تعال نشوف number 5 نهى her sweater does take. طبعا does ده بقول عليه الفعل المساعد، بحتاج ورا فاعل اللي هي نهى حبايبي، يبقى does نهى. يلا فين الفعل بتاعي الاساسي؟ هتقول لي take، يبقى does نهى take، وبعدين her صفة الملكية تيجي قبل الاسم يبقى her sweater. تاني her sweater. Hair sweater. تعال نشوف حبايبي يلا صفحة 126 السؤال رقم 4، بقول لي read and choose the correct answer from A, B, C or D. بقول لي she wears A around her neck. حبايبي around her neck يعني حوالين رقبتها، أكيد من اسم نفسه كلمة neck أكيد هيبقى necklace. necklace حبايبي اللي هو العقد. bracelet حبايبي اللي هي الأسودة، ودريس يعني فستان، وسانجلاسز يعني نظارة. نمبر 2 بقول remember to take your aid to protect your eyes. افتكر انك تاخد ايه عشان تحمي عينيك. كلمة protect يعني يحمي، هناخد ايه عشان نحمي عينينا؟ اكيد sunglasses يعني نظارة شمسية. نمبر 3 بقول when I travel I pack my clothes in my. بقولي لما اجي اسافر انا بعبي الشنط فين؟ اكيد في السوت كيس. سوت كيس حبايبي اللي هي حقيبة السفر. تعال نشوف نمبر 4 بقول I bought new swimming to swim in the pool. طبعا اشتريت ايه سباحة عشان اعوم في حمام السباحة؟ اكيد طبعا swimming shorts. وانا swimming shorts حبايبي اللي هو شورت السباحة او المايو. نمبر 5 بقول when it's cold لما الدنيا بتبقى باردة حبايبي I wear my A and scarf. بلبس ايه وكمان الكوفية. هتقول لي بلبس البلطو بتاع مستر او المعطف. تعال حبايبي يلا نشوف سؤال التوصيل. نمبر 1 بقول I'll pack. انا بعبي ايه حبايبي؟ بحزم ايه؟ هتقول لي my suitcase يعني الشنطة بتاعتي.
I wear sneakers. يعني انا بلبس الحذاء الرياضي. هتقول لي في القدم يا مستر يبقى on my feet. مش معقولة طبعا هلبس الحذاء في ايدي يبقى on my feet. I need a sweater because انا محتاج سترة. ليه؟ هتقول لي because it's cold at night. لان الجو بيبقى برد بالليل. Number four, بقولي my pajamas are بقولي البيجامة بتاعتي مالها. هتقولي are striped. خلي بالكوا حبايبي البيجامز خدت مين؟ are لانها جمع. فهتقول are striped. قولنا striped حبايبي بمعنى مقلم. تعال حبايبي يلا نشوف اخر سؤال معانا النهاردة هو سؤال الترقيم. بقولي I don't need to pack my sweater. قالي I capital هيت عشان في اول الكلام. don't برافو عليكو في apostrophe ناقصة. need to pack my sweater. حط الفول ستوب بتاعتي اوعى تنسى. which pajamas does she like. طبعا which w pajamas ما فيهاش اي حاجه حبيبي. does نفس الكلام she like بس في الاخر طبعا ده سؤال فبالتالي احط question mark يعني علامة استفهام. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا اللي ما اشتركش في القناة يشترك بسرعة, واللي كمان ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان يجيله كل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. شكل ما قلنا ان شاء الله ان احنا هنشرح منهجنا بالكامل على القناة دي. استنونا في الحلقة اللي جاية مع الدرس التاني ان شاء الله في الوحدة التالتة. Goodbye. السلام عليكم.